في إطار الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال التي ينفذها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت، دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم حملة التحصين التي تنفذ من بيت إلى بيت، وتستهدف الحملة خلال الفترة من 18 من أكتوبر إلى 1 من مايو لعام 2017 للميلاد 88998 طفلا وطفلة، منهم 17019 أقل من سنة و 71000 أقل من 5 سنوات، إضافة إلى المستهدفين من المسح التغذوي 80500 طفل وطفلة من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات. وخلال التدشين أكد الوكيل المساعد على الأهمية القصوى لتنفيذ الحملة لحماية الأطفال من الشلل، شاكرا مكتب الصحة والسكان بوادي والصحراء حضرموت متمنيا للحملة بالنجاح. قبلها نريد من الأخوان وكل مجتمعنا المحلي في وادي حضرموت التجاوب والتفاعل مع هذه الحملة كونها تمثل أهمية قصوى، أولا لحماية الأطفال من شلل الأطفال الذي نريد أن نتأكد أن بلادنا تخلو خلوا كاملا منه. الجانب الثاني نتيجة للظروف الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة الحرب، فهناك كثير حالات لا نعرف عنها وهي مصابة بسوء التغذية. نريد من إخواننا من فريق العمل الذي يعمل في الميدان في هذه الحملة أن يكتشف هذه الحالات لتتم معالجتها. فيما عبر مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي عن سعادته بتدشين الحملة التي تهدف إلى حماية الأطفال من الشلل، داعيا جميع فئات المجتمع إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لنجاح الحملة. ما أطلبه ما أتمناه من أبانا وأمهاتنا، أباء وأمهات أطفالنا في وادي حضرموت، المسؤولية مسؤولية مشتركة، ندعو ونطلب منهم فتح أبوابهم لفرق التطعيم من بيت لبيت أو الفرق العاملة فيها الحملة لكي ننجح ونقي أطفالنا من شلل الأطفال وكل الأمراض الوبائية الأخرى وكذلك سوء التغذية. بدوره أشار مدير البرنامج الوطني للتحصين جعفر بن عبيد الله إلى أن الحملة ستنفذ من خلال زيارة الفرق الميدانية لكل بيت والسؤال عن الأطفال الأقل من 5 سنوات وإعطائهم قطرتين من لقاح شلل الأطفال وجرعة من فيتامين ألف بغض النظر عما تلقاه من تطعيم في وقت سابق سواء كان الروتيني أو الحملات السابقة. لدينا المستهدفين حوالي 90000 طفل، ستخدم في هذه الحملة ما يقارب 426 فريق من خلال 114 مشرف فرق منتشرين، حوالي 130 سيارة إعلام سوف تعمل في هذه الحملة. تم توزيع كافة مستلزمات الحملة قبل أن يتم تدريب العاملين على كافة المديريات. كما يقوم الفريق الميداني بقياس محيط منتصف الذراع لكل طفل فوق الشهر السادس من العمر إلى 5 سنوات لمعرفة ما إذا كان يعاني من سوء التغذية.